أجمعين. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل للساهرين على إنجاز هذا الملتقى العلمي. كما تفضلت أستاذتي الكريمة، عنوان مداخلتي سيكون هو التكامل المعرفي في الرؤية الإصلاحية المغربية، ولكن هذا عنوان واسع يعني طويل عريض، لكن سأحاول أن أخص وأقيده برؤية إصلاحية فريدة تحدث عنها الكثير في هذا المحفل العلمي، وهي رؤية الحجو التعالي. وقد سألني أحد زملائي قبل أولوج منصتي لماذا كثر الحديث عن الحجو التعالي في هذه يعني الملتقى العلمي، فقلت الإشكال لأنه كان يتميز بالتكامل المعرفي، فرؤية التكامل المعرفي جعلت الكل ينهل من علمه وعطائه المعرفي. فقد تميزت التجربة الإصلاحية في المغرب عن غيرها من تجارب الإصلاح التي شهدها العالم الإسلامي خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين برؤيتها المعرفية المتكاملة الهادفة إلى إصلاح وتجديد واقع الناس في مختلف المجالات التي لاحقها الضعف والفساد. ومن بين التجارب الإصلاحية المغربية التي كانت عقلية التكامل المعرفي حاضرة في رؤيتها ومشروعها الإصلاحي تجربة العلامة الحجوي الثعالبي، وغرضي من هذه الدراسة هو الوقوف عند هذه التجربة الفريدة لرصد بعض صور التكامل في رؤيتها الإصلاحية للاستفادة منها في بناء النموذج الإصلاحي. ونظرا لضيق الوقت وصرامة رئيسة هذه الجلسة، سأمر يعني مباشرة إلى بعض الإشارات المختصرة. عنونت المحور الأول بالتكامل المعرفي وأصالته في فكر العلامة الحجوي. لن أتكلم عن التكامل المعرفي كمفهوم ولا عن الحجوي كترجمة، وأنتقل مباشرة لبيان أصالة هذا المفهوم في فكر العلامة الحجوي التعالي. ويكفي الإشارة وبيان ذلك إلى أن الحجوي التعالي بترك عطاء علمي واسعا في مختلف مجالات المعرفة، فقد بلغت مؤلفاته كما ذكر في كتابه مختصر العلوم الوثقى حوالي 100 مؤلف تتراوح بين الفقه والتفسير والتاريخ والتربية والتعليم ورحلات والاقتصاد والتجارة وغيرها. وأشهرها يعني والمعروف منها الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي والتعاضد المتين بين العقل والعلم والدين والدفاع الصحيح عن الدفاع عن الإسلام وغير ذلك من المؤلفات. والذي يظهر من خلال هذا أن عقلية التكامل المعرفي والموسوعية كانت الصفة البارزة في عقلية العلامة الحجوي. واعترافا بهذا العطاء العلمي اختاره عبد الفتاح أبو هدة من 6 فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر، وقال فيه: العلامة النابه البارع الإمام فقيه المغرب الأقصى الأصولي المتفنن. وفي كتابه التأليف والنهضة في القرن العشرين عده عبد الله الجراري في علية علماء المغرب الذين تفتخر بهم معلمته الثرية والغنية بالعلوم والفنون. وقد تجلت فلسفة التكامل المعرفي في رؤية العلامة الحجوي بشكل واضح في كتابه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي وكتابه التعاضد المتين بين العقل والعلم والدين، والذي جاء في سياق تاريخي سبق إلى الحديث عنه أحد المداخلات السابقة. برز فيه نقاش حاد عن أسباب تقدم الغرب وتأخر المسلمين. وخلاصة قول الحجوي يعني في هذا النقاش أكد على أن العلاقة بين العلم والدين هي علاقة والعقل مبنية على التنافر، ليست مبنية على التنافر والاصطدام، بل هي علاقة مبنية على التوافق والتكامل. ومن صور التكامل المعرفي كذلك التي تكشف أصالة المفهوم في فكر العلامة الحجوي انفتاحه المعرفي على حضارة الآخر الغربي من خلال رحلاته الأوروبية والاستفادة من علومه ومعارفه النافعة التي هي من صميم مشترك وثمرة للعقل الإنساني، منطلقا في انفتاحه هذا من تعاليم دينه الإسلام، فهو في نظره لا يناهض شيئا من الاكتشافات والاختراعات التي اهتدى إليها العقل البشري إلا ما كان فيه ضرر على الفرد والمجتمع. وهذه العقلية التي سمتها التكامل المعرفي سيكون لها حضور بارز في رؤية الحجو الإصلاحية من خلال القضايا التي سيطرحها كموضوع للإصلاح والتجديد كما سيتم بيانه. وهنا سأقتصر على قضيتين
أساسيتين. قضية التكامل المعرفي وعلاقته بالاجتهاد في الرؤية الإصلاحية عند العلامة الحجوي. فهناك تلازم في رؤية الحجوي الإصلاحية بين الاجتهاد وتكامل العلوم، فكما أنه لا يجري إصلاح إلا باجتهاد، كذلك لا بد في الاجتهاد الذي يحقق الرقي الحضاري للأمة من التمكن العلمي والمعرفي الذي تتكامل فيه العلوم والمعارف الدينية والدنيوية. فقوة الاجتهاد وضعفه مرده إلى درجة هذا التمكن المعرفي في الأمة، لأن التمكن الأمة من العلوم والمعارف هو دليل صحتها وقوة الاجتهاد فيها، وفتور العلوم والمعارف وتراجعها في الأمة هو دليل مرضها وضعف الاجتهاد فيها. وقد عبر الحج عن هذا التلازم بين الاجتهاد وتكامل العلوم لتحقيق الإصلاح والرقي الحضاري للأمة بقوله: يظهر لي أن ندرة المجتهدين أو عدمهم هو من الفتور الذي أصاب عموم الأمة في علومها وغيرها. فإذا استيقظت من سباتها وانجلى عنها كبوس الخمول وتقدمت في مظاهر حياتها التي أجلها العلوم، وظهر فطاح العلماء الدنيا من طبيعيات ورياضيات وفلسفة، وظهر المخترعون والمكتشفون والمبتكرون كالأمم الأوروبية والأمريكية، عند ذلك يتنافس علماء الدين مع علماء الدنيا فيظهر المجتهدون. كما أشار الحج في رؤيته الإصلاحية إلى أهمية الانفتاح على المذاهب وعدم التعصب والاعتراف بالاختلاف والبناء عليه كمظهر من مظاهر التكامل المعرفي. فاختلاف مذاهب الفقهاء في نظره مفيد لنا إذا كنا نريد أن ننهض متمسكين بالشريعة غير متعصبين للمذاهب. والنهضة الحقيقية أن يوجد في الأمة فقهاء مستقلون في الفكر مجتهدون. وفي هذا كما يقول عبد الإله بن القزيز: دفاع صريح عن الاختلاف ووعي بقيمته في صناعة شروط النهضة ورسم معالمها، وتعبير عن حضور فكرة الاجتهاد والتكامل في فكر الحجوي ورؤيته الإصلاحية. النقطة التالية هي التكامل المعرفي في رؤية الحجوي لإصلاح التعليم المغربي. يعد إصلاح التعليم المغربي وفق منهجية التكامل المعرفي من أهم القضايا التي طرح الحجوي في مشروعه الإصلاحي. فقد كان الحجوي من بين رواد الإصلاح الأشد والأوسع اهتماماً بمشكلة التعليم، وهذا لا يعود إلى توليه وزارة المعارف لأزيد من عقدين، من بل لوجود ذلك الاهتمام في أصل تفكيره بالتمدن وشروط التقدم. فقد ساهم الانفتاح المعرفي الواسع للحجوي على الحضارة الغربية من خلال رحلاته الأوروبية في الوقوف على أسباب تقدمها في مقابل تخلف المسلمين، ليؤكد في مشاهداته على حقيقة، وهي أن ما كان سبباً في تفوق المسلمين بالأمس هو ما يصنع قوة أوروبا وتفوقها اليوم، وهو شرف أهلها بالعلم وسعياً من أجل إرساء دعائمه. ومما سجله في كتابه الرحلة الأوروبية قال: فكل مدينة أو قرية أوروبية ترى فيها المدارس مجيدة ونوادي العلم عامرة، زيادة عن الحكومات التي جعلت المعارف وزارات، فهم لا يتكلمون عن الحكومة في كل شيء مثلنا، ولا سيما في العلم الذي هو أهم ما يهم، ولذلك سادت غيرها من القارات. لذلك كان أول ما استرعى اهتمام الحجوي فور توليه منصب مندوب المعارف تردي حالة التعليم وتراجع مقوماته، خاصة جامعة القرويين التي تمثل استمرار الهوية المغربية. لذلك لم يتوانى في الإفصاح عن جوانب الضعف المتجلية في التعليم بصفة عامة ونقد نظام جامعة القرويين. وفي ظل هذا الضعف والتردي للتعليم المغربي، قدم الحجو مشروعا إصلاحيا بديلا يستند على رؤية معرفية متكاملة وشاملة لكل جوانب إصلاح التعليم في المغرب، يعد بالنظر إلى السياق التاريخي أكبر وأقوى مشروع لإصلاح التعليم في المغرب. فقد تكلف شخصيا بإنجاز برنامج لإصلاح التعليم بالقرويين، وشكل لذلك مجلسا بعضوية 10 من العلماء انتخبوا من بين علماء القرويين لعضوية هذا المجلس الذي سمي بالمجلس التحسيني. وقد أنجز هذا المجلس برنامجا شاملا لتطوير الدراسة بالقرويين،
وكان هذا البرنامج كفيلا بأن يحدث نهضة تعليمية حقيقية لولا أن إرادة الاستعمار والمتربصين به تدخلت فأجرت. وتجلى التكامل المعرفي في الرؤية الإصلاحية للحجو في إحياء العلوم الشرعية والتمكن والتمكين للغة العربية مع الاستفادة من ثمرات العلوم والمعارف المعاصرة مما هو من صميم المشترك ولا يتعارض مع مرجعية الإسلام، فكان أحسن ما أمكنه القيام به تفقد المدارس من حيث العلوم العربية والدينية من حين لآخر وتتبع سيرها وبث روح النهضة فيها والميل إلى إحياء علومنا والتشبع من العلوم العصرية. وقد تعجب الحجوي من الذين يتساءلون هل يجوز تعلم العلوم الحديثة، مؤكدا في خلاصة كلامه على أن تعلم هذه العلوم المكتشفة في العالم الحديث أصبح فرضا كفائيا لأن حياتنا أصبحت متوقفة عليه. هذا بالإضافة إلى أن الدين الإسلامي كما قلنا سابقا لا يناهض شيئا من ذلك إلا ما كان فيه ضرر على الفرد أو المجتمع. في خاتمة خلاصة مع هذا يعني الاختزال الذي أتمنى أن لا يكون إخلالا، انطلاقا مما سبق يمكن القول إن عقلية التكامل المعرفي كانت السمة البارزة في رؤية الحجو الإصلاحية. ومهما كانت النتائج التي حققتها هذه الرؤية الإصلاحية من نجاح أو فشل من خلال تفاعلها مع الواقع الذي هدفت لتغييره وإصلاحه، تبقى تجربة فريدة في تاريخ المغرب. ودراسة هذه التجارب الإصلاحية وغيرها من التجارب المختلفة من شأنه أن يكسب خبرة علمية وعملية يمكن الاستفادة منها في طريق البناء لرؤى ومشاريع إصلاحية في الحاضر والمستقبل.